إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. ومن جديد في حلقة من حلقات حديث المواطن، نستضيف اليوم الشيخ عبد الحميد عين الحياة، اللي هو داعية وإمام مسجد الفجر بهولندا. الشيخ عبد الحميد، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على قبول دعوة. بارك الله فيكم، مرحبا بكم وأهلا وسهلا. كنا نقول للمستمعين بأنه كنا كنتظروا واحد الإمام أو داعية شيعي، ولكن ما استطاعش يجي، فغادي نديروا هذه الحلقة اليوم. كنا نفضلوا أنه يكون حاضر معنا باش يكون نقاش حول بعض النقاط اللي هي مهمة، واللي خصنا نعطي فيها يعني بعض القاعدات أساسية يفهمها المشاهدين والمستمعين. ولكن قدر الله ما شاء فعل، غادي نديروا الحلقة نحن الاثنين بإذن الله تعالى. على بركة الله. فبغينا نعرفوا الشيخ عبد الحميد، تاريخ ديال الشيعة، او تاريخ ديال ما يسمى بالتشيع، متى بدا هذا التاريخ هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الامين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى اله واصحابه اجمعين، ومن سار على دربهم الى يوم الدين. اما بعد، أخي الحسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ومرحبا بالمشاهدين الكرام. فهذا موضوع مهم جدا، وهو موضوع الساعة. نعم. وأنا كنت سأناظر أحد الدعاة أو العلماء الشيعة من البحرين أعتقد، لكنه اعتذر في آخر لحظة بداعي المرض، وكنت سأطرح عليه كثير من الأسئلة فيما يخص التشيع. و هذا الدين الجديد. أنا أخي الحسن، أنا لا أعتبر بأن التشيع هذا مذهب من المذاهب، لأن المذاهب المعروفة عندنا والتي تداولها أهل السنة ولها أتباع في كل أقطار العالم الإسلامي، مثل مذهب المالكية والشافعية ومذهب الحنابلة ومذهب الأحناف، وهناك مذاهب أخرى لا يعرفها إلا طلبة العلم، مثل مذهب الإمام أبو زاعي والحسن البصري رحمهم الله جميعا. هناك مذاهب أخرى، لكن المذاهب الأربعة المعروفة هي هذه التي ذكرت لك. أما التشيع، هذا دين جديد ليس بمذهب من المذاهب المعروفة عندنا والمعتبرة عندنا، هذا دين جديد. ولكن لماذا نسميه دين جديد؟ لأنه يخالف الدين الإسلامي في كل شيء تقريبا. مثلا هم يجتمعون معنا في الشهادتين، ولكن أنا أقول كما قرأت على أهل العلم، يقولون بأن هؤلاء يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هم يقولون ظاهرا بالشهادتين، ينطقون بها ويقولونها وكذا، لكنهم في قرارة أنفسهم لم يلتزموا بآدابها وأحكامها وضوابطها. لأنهم مثلا، سأذكر لك الأشياء التي نختلف معهم فيها حتى تعلم أنه دين جديد. نعم، تفضل. مثلا أعظم شيء عندنا الذي هو القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وتكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن وبحفظ السنة، وهذا الدين العظيم محفوظ بحفظ الله عز وجل. فالقرآن الكريم بالنسبة لهم أخي الحسن، في معظم كتبهم، بل في جلها، كتاب الطبرسي، المجلسي، مثلا الكتاب الكافي للكليني، كتب كثيرة. هناك كتاب مثلا للطبرسي فيه صفحات كثيرة عديدة جدا، يتكلم في عديدة وكثيرة جدا يتكلم فيها عن تحريف القرآن الكريم، يقول بأن القرآن الكريم هذا مزور ومحرف. فهذا تكذيب لله سبحانه وتعالى، عندما تقول أنت بأن القرآن محرف، هذا تكذيب لله عز وجل الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقولون، وهذا مدون عندهم في كتاب الكافي والكتب المعتبرة عندهم، يقولون مثلا، يقول وإن عندنا لمصحف فاطمة وهو أربعة أضعاف مصحفكم، والله ما فيه حرف من قرآنكم. وهذا المصحف ديال فاطمة، هل يعترف بها أهل السنة والجماعة؟
هذا باطل، هذا كذب اصلا، هو غير موجود اصلا، هو غير موجود. هم الدليل على انهم لا يعتبرون القران شيئا، اصلا لا يقرؤونه ولا يحفظونه، ويقولون من حفظ القران الكريم في الدنيا لا يحفظه في الاخره. الذين يحفظون القران من الشيعة الان هم الذين كانوا سنه وتشيعوا من اجل الدرهم والدينار. يعني الشيعة ما يحفظوش القران الكريم؟ لا يحفظونه. نحن لم نرى في في حسينياتهم، أنا لا أسميها مساجد، في حسينياتهم يقرؤون القرآن، بل إلا أنه في بعض البلدان التي تشيعت تشيع بعض أهلها ما زالوا متمسكين شيئا ما بالسنة، لأنهم لم يفهموا التشيع أصلا، لهذا يقرؤون القرآن. وش كيقول على القرآن يعني من غير هذه القضية ديال أنه ماشي صحيح؟ هل كيعترفوا بذاك القرآن الكريم؟ يعني لا، يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا، الذي بين أيدي أهل السنة، ليس بسليم، ليس بصحيح، بل هو مزور، لا يعترفون به. وعندما يموت أحدهم مثلا، عندما مات الخميني، وعندما مات كثير من أئمتهم، كانوا يأتون ببعض الأشرطة لعبد الباسط عبد الصمد مثلا، للشيخ المنشاوي، للشيخ طبلاوي، ويشغلونها هكذا، يستمعوا إليها الناس. أما هم الشيعة الرافضة في العراق وفي لبنان وفي إيران وفي كثير من البلاد التي فيها الشيعة، لا يقرؤون القرآن. نعم، باش نديروا هذه الحلقة تكون يعني حلقة واضحة، كنعرفوا بلي بلجيكا فيها عدد كبير من 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 الشيعة، وحتى هما يعني ربما باغيين يفهموا بعض الأمور من السنة. ويعني الغريب أن الأخ الشيخ ما حضرش معنا باش يعطي وجهة نظر ديالو، وإنما التساؤلات اللي خديناهم حنا بزاف من عن طريق الايميل وعن طريق الفيسبوك. الناس كيسولونا مثلا على ما قولهم في نساء النبي. اسمع اخي الحبيب، انا عندما اتيك نعم واقول فلان قال عنك كذا او كذا، نعم، فانت لا يمكن ان تصدقني حتى تسمعه، نعم، انت بشخصك، نعم، أو يشهد كثير من العدول من الناس ثقة أن هذا الرجل فعلا سبك أو شتمك. نحن عندما نتكلم عن الروافض الشيعة لا نتكلم من تلقاء أنفسنا، نأتي بالأفكار من جيوبنا، بل هذا في كتبهم. لو قرأ هؤلاء المغاربة الذين تشيعوا والناس الذين تشيعوا حديثا، لو قرأوا كتب الشيعة لوجدوا فيها الطامات. ماذا يقولون في أمهات المؤمنين؟ سأتكلم، يصدقني بعض الناس ويكذبني آخرون، لكن عندما أقول لهم ارجعوا إلى الصفحة الفلانية والصفحة الفلانية والصفحة الفلانية، كتبهم التي ألفها وصنفها علماؤهم الذين ليسوا علماء عندنا نحن، لأنه لا يقولون إلا الخرافات والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب على الله سبحانه وتعالى والكذب على الصحابة وعلى المؤمنين جميعا. يقولون عن عائشة رضي الله عنها بأنها خانت النبي صلى الله عليه وسلم، ويصدقون ما قاله عبد الله بن أبي بن سلول في حادثة الإفك المعروفة. الحمد لله، إذا قرأت البخاري ومسلم تجد هذه القصة. اتهمت عائشة في عرضها، فهم ما زالوا إلى يومنا هذا يقولون عن عائشة بأنها زانية والعياذ بالله، وهي الطاهرة المطهرة والتي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. وسؤال آخر الشيخ عبد الحميد، وليس فقط أخي الحسن، ليس فقط عائشة، حفصة، أمهات المؤمنين كلهم لسنا بشيء عندهم. هذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يرضى هذا المغربي أن تسب أمه؟ هل يرضى أي واحد حتى من هؤلاء الشيعة الرافضة الذين أصولهم آباؤهم وأجدادهم شيعة رافضة، هل يرضون أن تسب أمهاتهم؟ فهذه أمنا، عائشة هي أم المؤمنين جميعا، وحفصة كذلك، وخديجة كذلك، وجويرية، وزينب، وزينب وأم حبيبة، وكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا. فهم يقولون عنهن بأنهن لسن بشيء، بل هن خائنات، وبأنهن خن النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا عائشة وحفصة. سؤال آخر شيخ عبد الحميد توصلنا به، ما قول الشيعة في الصحابة؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يسلم منهم عند هؤلاء القوم إلا 4 إلى 6 أشخاص، أبو بكر وعمر وعثمان وأبو هريرة رضي الله عنه. هؤلاء عندهم كفار والعياذ بالله، يكفرونهم بل يلعنونهم ويشتمونهم ويعيرونهم بما ليسوا أهلا له. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وأبو هريرة وأبو ذر الغفاري وأنس بن مالك وأسامة بن زيد وعبد الله بن عباس، هؤلاء الصحابة الأجلاء كلهم. الصحابة عندنا عدول نحن الحمد لله ونترضى عنهم، فالله سبحانه وتعالى
قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلع من لعن أصحابي فعليه لعنة من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم نعم. فالصحابة يسبونهم. فهذا المغربي الشيعي مثلا، نحن نتكلم عن مغاربة بلجيكا مثلا، الذين تشيعوا، هل ترضى أن يسب رجل كان سببا في إسلامك؟ هو الذي أرسل جحافل المجاهدين إلى بلاد المغرب حتى انتشر الإسلام وأنقذنا الله سبحانه وتعالى من الضلالة ومن الجاهلية ومن الكفر والشرك. نعم نعم. ودخلنا نور الإيمان بسبب هؤلاء، وأنت تسبهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحبهم وأن نجلهم وأن نكرمهم، والله عز وجل كذلك قبل ذلك. فهؤلاء الذين كانوا سببا في إسلامنا كيف نسبهم؟ فإذا سببتهم ماذا يعني هذا؟ أنك تسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي زكاهم، هو الذي كان يحبهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل يا رسول الله ومن الرجال؟ قال أبوها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، ومات بين صحرها ونحرها، مات في غرفة في حجرة عائشة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير الرجال بعد الأنبياء. لماذا شيخ عبد الحميد، لماذا يعني هاد الإخوان الشيعة اللي هما صراحة هما أيضا مسلمين، لماذا يعني عندهم هاد النظرة للإسلام أو الإسلام السني؟ شنو هو يعني ربما الأهداف ديالهم، أو واش عندهم مخططات، واش عندهم استراتيجية؟ نعم. لماذا يعني هاد الأمور؟ اسمع أخي الحبيب. نعم. أنا شخصيا، نعم، وهذاك رأيك وهذا نعم. رأيي. نعم. أنا شخصيا من طعن في القرآن الكريم ومن طعن في السنة ومن طعن في الصحابة وطعن في أمهات المؤمنين فهو نعم. يكذب الله ورسوله ويكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أعتبره مسلما حتى يتوب إلى الله عز وجل ويرجع عن غيه وضلاله. لأن الذي يقول إن عائشة زانية والله عز وجل زكاها في القرآن، ويسب الصحابة والله عز وجل زكاهم ورضي عنهم في القرآن الكريم ورضي الله ورضي الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم، وهم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم حواريو النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل، فهذا كله لا يدل إلا على كفر القوم. ما هو مبتغاهم؟ ماذا يريدون؟ إيران الدولة الفارسية الصفوية كانت دولة قوية، لكن كانوا مجوسا، كانوا يعبدون النار، يعبدون الأصنام. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جهز لهم جيشا وفتح بلاد فارس ونشر الإسلام وأنقذهم من ظلمات الكفر والشرك والضلالة والجاهلية وأدخلهم نور الإسلام، فهم الآن ينتقمون من أهل السنة. ولكن الشيعة بصفة عامة ولكن طائفة من الشيعة، كل من بلغته الحجة والرسالة وعلم أن هناك سنة وهناك قرآن، هناك قرآن وهناك سنة وهناك صحابة وعلم، فما زال يسير في هذا الطريق المعوج المنحرف الضال. فهذا أخي الحبيب الله سبحانه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، فقد قامت عليه الحجة. هذا ليس بمسلم الذي يكذب الله ورسوله ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لشيعي متبع جاهل لم تبلغ الرسالة، مسكين ويحب الله ورسوله، ولكنهم قالوا له كذا ولم يبحث لأنه لم يستطع. فهذا شيخ الإسلام تيمية ذكر كلاما عن هذا وكذا، ولكن نقول الآن القنوات الفضائية مثل صفا، مثل كثير رحمة، مثل كثير من القنوات الآن تبين الحقيقة لهؤلاء القوم. فمن كان عنده قلب فعليه أن يتبع. فالآن قامت الحجة عليهم، قامت عليهم الحجة. فأنا أعتقد أخي الحبيب أن إيران عندها
أهداف واستراتيجيات تريد أن تسيطر على العالم السني الإسلامي وتريد أن تنتقم من أهل السنة. وعمر بن الخطاب لماذا يكرهونه؟ لأنه هو الذي نشر الإسلام، هو الذي فتح بلادهم، فالذي قتله هذا كذلك مجوسي أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب هو مدفون الآن في إيران وأصبح مزارا عند القوم. ولكن هل هناك يعني ربما نافذة مفتوحة أو باب مفتوح للحوار مع الإخوان الشيعة؟ نحن نفتح الباب لهؤلاء حتى نعلمهم ما جهلوا ونبين لهم الحقيقة، لأن كثير منهم خصا هؤلاء المغاربة الذين تشيعوا هنا في بروكسل غالبيتهم يجهلون المسألة، لا يعرفون المبادئ والأسس التي قام عليها هذا الدين الجديد الذي هو التشيع. لو كانوا يعرفون هاد ما هي الأسس التي قام عليها والله ما تشيعوا، لأن الأمر خطير جدا. هل سبق لك يعني أن تحدثت مع مثلا فئة من الشباب أو غير ذلك يعني عندهم يعني تبعوا دين الشيعي تشيعوا إلى غير ذلك، ثم هل حاولت يعني النقاش معهم وكيفاش يعني وقعت النقاش هذا كيفاش صار يعني؟ الحمد لله رب العالمين. أخي الحسن، هناك بعض الناس الذين كانوا متعاطفين مع حزب الله في لبنان ومع إيران في صراعها مع إسرائيل وكذا وكذا، فظنوا أن هذه المسرحية التي لا يمكن نتأثر نحن ونصدقها، لكن تأثروا بها فصفقوا لإيران وكذا، ثم تعاطفوا مع الشيعة فإذا بهم أصبحوا يقول نحن شيعة. فناقشناهم وحاورناهم وقلنا لهم ها هي الأسس التي يقوم عليها هذا الدين الشيعي الجديد، فعرفوا قالوا ما كنا نعرف أنهم يسبون أبا بكر، ما كنا نعرف أنهم يسبون عمر، ما كنا نعرف أنهم يسبون عائشة رضي الله عنها. فالحمد لله رجع كثير منهم، لكن الذين لم نستطع أن نصل إليهم أنا أوجه نصيحتي لأئمة بروكسل مثلا والدعاة المقيمين هنا في بروكسل أن يتواصلوا مع هؤلاء القوم، لأنهم قد أثر عليهم هؤلاء القوم، وهؤلاء يستعملون حتى المال في التأثير على الناس، يستعملون المال، لأنه الآن إيران تستغل نفوذها المالي وتستعمل المال في دعوة الأفارقة إلى التشيع في إفريقيا، تستغل فقر هؤلاء الناس. ولكن هل هي ربما ما غاديش ناخذها من باب آخر نقول مثلا هي ربما حرية الشخص أنه يختار ما بين السنة والشيعة إذا كان مقتنع أو غير مقتنع، يعني ما غندخلوش من هذا الباب هذا ونقوله الله سبحانه ما هي الخطورة يعني على الشباب أو لمعتنق هذا النوع من الدين. الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل مكتمل ليس فيه نقص ولا اعوجاج، فكيف نعطي للرجل أن يختار ما يشاء في عقيدته؟ العقيدة التي نعرفها هي عقيدة أهل السنة والجماعة. مصادر التلقي عندنا القرآن والسنة كما فهم ذلك سلف الأمة. أما التشيع هذا متى قام أصلا؟ ما هو تاريخه أصلا؟ ما هو تاريخه؟ هو أصلا عندما قامت الفتنة في خلافة عثمان رضي الله عنه وهو ذو النورين الذي تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، تزوج الأولى فماتت، تزوج الثانية فماتت، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت لي ثالثة لزوجتكها عثمان. قامت في عهد الفتنة، خرج عليه الخوارج وقتل عثمان وهو صائم وهو يقرأ القرآن. فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جمع أصحابه، جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجمع التابعين وقال لهم تعالوا نبايع، بايعوني، ثم إن شاء الله تعالى بعد أن يشتد ساعد الأمة والدولة سنحاسب ونحاكم قتلة عثمان. لكن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وهو خال المؤمنين رضي الله عنه، هذا الرجل الذي أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتهد، كانت معه عائشة وكان معه كثير من الصحابة، علي معه فئة كبيرة من الصحابة والآخر معه فئة كبيرة من الصحابة، هؤلاء يقولون يجب أن نحاكم قتلة عثمان الآن، هؤلاء الذين قتلوا عثمان يحاكمون ويقتلون، يقام عليهم حد الله عز وجل، حد الحرابة وحد كذا. وعلي استخدم استراتيجية أخرى ذكية، قال
واجتهاده كان هو الصائب، يقول نقيم الدولة نبايع ثم بعد ذلك هذا. فوقع الخلاف، وقع الخلاف، وقعت صراعات، وهذا ليعلم الناس أن الصحابة رضي الله عنهم بشر، نعم، يخطئون ويصيبون، صحيح، لكن كان اجتهادا، وكل مأجور على اجتهاده. العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، نعم. اجتهدوا جميعا، فهؤلاء يرون أنهم على صواب، هؤلاء يرون على صواب، لم يكن هناك صراع من أجل الكرسي ولا هذا، نعم، كما يفعل كثير من الناس، نعم، لا، فقامت حروب، نعم، بين هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وبين بعض التابعين وكذا، وقتل فيها الكثير. شيخ عبد الحميد كنشكرك بزاف على هذه المعلومات القيمة، وإلى مرات أخرى إن شاء الله. جزاك الله خيرا، وتمنيت أخي الحسن لو كانت هناك حلقة أخرى نبين فيها عقيدة الشيعة من البداية إلى النهاية، مثلا نقول ما هي عقيدتهم في الله عز وجل، في الملائكة، في النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحابة، في أمهات المؤمنين، في القرآن الكريم، في السنة، في أشياء كثيرة. بدي نحاولوا من جديد نطلبوا من الإخوان أنهم يحضروا واحد من الشيعة حتى يكون نقاش، يعني في واحد شوية ديال التعادل. بارك الله فيك، بارك الله فيك إخواني أخواتي، هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، وشكرا. We'll be right back.